قد يكون رئيساً للعالم الحر، ولكن لاعبتا كرة السلة شعرتا بالحرية للإيماء بأصابعهما من خلف أوباما. الفتاتان عضوتان في فريق جامعة كنيكت لكرة السلة، والذي حل ضيفاً على البيت الأبيض لتكريم أعضائه. عادة ما يكون الرئيس هو من يطلق الدعابات. My bracketology needs some work. لكن سرعان ما حول الناس ضحكاتهم عليه. إحدى الفتاتين قامت أيضاً بتغريد الصورة، فيما تفاوتت الآراء حول كون هذا الفعل مضحكاً أو يعبر عن قلة الاحترام. وبعد صورة مع الفريق صافح أوباما اليدين اللتين أومأتا من خلفه. ولكن ماذا إذا كانت الفتاتان قد فعلتا هذا الشيء مع رؤساء من مثل الروسي بوتين أو الكوري الشمالي كيم جونغ أون؟ الوضع سيكون مغايرا بكل تأكيد.